السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أسرة اللغة الإنجليزية بمدرسة ابن رشد تقديم هذه المادة كمراجعة لشكل الاختبار النهائي لمادة اللغة الإنجليزية للصف السادس. معكم المعلم ضياء الدين. الورقة الأولى هي ورقة الغلاف، وهذه الورقة ما بنكتب فيها أي شيء سوى فقط بيانات الطالب. بالاسم هنا بنكتبه باللغة. اكتب اسمك هنا بالكامل باللغة العربية، هنا بتكتب اسم المدرسة، هنا الكلاس الفصل، يعني مثلا سادس 1 سادس 2 بالشكل هذا. في أي مكان هنا بتكتب رقم الكشف حسب الأستاذ الملاحظ مراقب اللجنة ما يقول لك. مثلا أنت رقمك في الكشف 5 تكتب 5، مثلا رقمك 32 تكتب 32 بالشكل هذا. ده بيسهل على المصحح معرفة رقمك. بعد كده ما بتكتب أي شيء في هذه الورقة، هذا خاص بالتصحيح. السؤال الأول من أسئلة الاختبار هو الاستماع listening one. في هذا السؤال بيكون عندك 5 جمل، كل جملة جنبها من جهة اليمين كلمة true يعني صح، وكلمة false يعني خطأ. الأستاذ اللي بيقول سؤال الاستماع بيدخل يقول لك مثلا one سالم played basketball with his friend. انت قبل ما يبدأ الأستاذ يقول سؤال الاستماع انت بتعمل ايه؟ بتقرأ له وما وصل في الوقت المحدد في بداية اللجنة، بتترك السؤال الأول والثاني وتبدأ الإجابة من السؤال الثالث. إذا مثلا قال نمبر 1 سالم بلايد فوتبول وذ هيز فريندز يبقى ترو. طب لو قال باسكتبول يبقى تختار فولس. يبقى إذا المعلومة اللي قالها الأستاذ مختلفة عن السؤال نختار فولس، مختلفة عن الجملة اللي عندك، وإذا نفسها تختار ترو. أحمد لايكت هيز فيزيت تو ذا يو اس اي ترو. نمبر 3 توم وينت تو ذا سي فور دايفينج هنا سويمينج يبقى فولس. Mona went shopping with her sister. نفس الجملة true. Susie visited Oman in her holiday. True. هنا الموضوع سهل لأن الجمل مرقمة. فأنت أول ما الأستاذ يقول الرقم عينك بتروح على نفس الجملة وتسمع. لو المعلومة نفسها يكون الجملة true صحيحة، لو المعلومة مختلفة يكون الجملة خطأ. وزي ما قلت لك اترك السؤال الأول والثاني إلى الاستماع لأنه ما تحل فيهم بدون استماع. السؤال الثاني هو listening to، وهنا المعلم بيقرأ نص وليس هناك أرقام، لكن أنت قبل الاستماع بتبدأ تقرأ الأسئلة، ولما المعلم يدخل يقرأ النص أنت على طول وهو بيتكلم بتحل، ودائما بيكون الكلام مرتب على الأسئلة. يعني مثلا المعلم قال منى lived مصطفى lived on his father's farm أو grandfather's farm، أنت بتختار. طب لو قال brother لا ما تختار هذه، تختار بقى اللي هو قالها. طيب هل نفس الجمل فقط بتكون موجودة في النص؟ لا، النص بيكون فيه جمل زيادة، ولكن أنت بتنتبه إلى نفس الجمل اللي موجودة عندك. يعني أول ما المعلومة هذه المعلم يبدأ يقرأها تبدأ تختار الإجابة الصحيحة. يقول لك مثلا he collected the chickens eggs in the morning، على طول تختار morning. طيب في جملة أو اثنين قالهم هنا في النص، ما لك علاقة بهم، ما عليهم أسئلة، وهكذا بتكمل إلى نهاية الليسنينج. الليسنينج الثاني من 1 من 5 إلى 10 from 5. السؤال التالي بيكون vocabulary. vocabulary يعني على المفردات. بيجي لك 5 صور، المطلوب منك إنك بتكتب الكلمة تحت الصورة حسب عدد الحروف، كل حرف يمثل بشرطة. المثال كلمة cat lion number one two carrots أو carrot، طبعا لو في زيادة حرف تبقى carrots. number three 3 حروف web شبكة. number four حبل rope. number five كلمة طويلة شوية volleyball.
طبعا هي مظبوطة، بس أنا في حرف يس فولي بول. حاول يكون عدد الحروف على حسب على عدد حرف على عدد الشرط الموجودة تحت الصورة بالضبط. السؤال التالي هو سؤال جرامر، المطلوب منك تضع كلمة واحدة في الفراغ. How sisters do you have أو have you got how many sisters؟ how many طبعا بيجي بعدها اسم معدود جمع وبتسأل عن العدد. He reading a story now. He is reading a story now. Smoking. مثلا هنا I don't like smoking. أو ممكن لو هي لوحة نقول no smoking. كلمة واحدة no smoking يعني ممنوع التدخين. Are you from من أين أنت؟ Where are you from؟ Who your mathematics teacher؟ teacher علي البلوشي. Who is your mathematics teacher؟ يعني من هو معلم الرياضة؟ المطلوب في هذا السؤال في الجمل من 6 إلى 10 والسؤال يبدأ بكلمة grammar تضع كلمة واحدة في الفراغ. السؤال التالي هو سؤال نص ناقص 10 فقرات، كل فقرة لها رقم وكل رقم عليه أربع خيارات، أنت بتختار كلمة واحدة عن طريق التضليل. Green is a color. Green is a beautiful color. In the grass that you walk on is green. In forests, الغابات. And the that you see on are always green. And the leaves that you see on trees, الأشجار, are always green. Number 15. Most of the plants that you see are green. Most of, معظم, أغلب. Green is the name used is also the name used to describe في بعض المنتجات بنصفها ان هي خضراء يعني صديقة للبيئة. The products that do not damage التي لا تضر damage the earth التي لا تضر الأرض بنسميها منتجات خضراء. Green products are often from recycled items are often made of تصنع من. السؤال هذا بيكون معنون بجرامر فوكابلري، هي فقرة ناقص 10 فقرات وكل رقم عنده أربع اختيارات، أنت بتختار رقم واحد، لا تختار رقمين خطأ، لازم تختار تظل الكلمة واحدة حسب الفراغ اللي موجود. السؤال التالي هو reading one. السؤال بيكون موجود ست صور، كل صورة عليها ست صور وخمس جمل، وانت بتقرا الجمله بعدين ترجع تشوف الصوره وتختار الحرف. نمبر 1 عائشه usually helps her mother to gather some corrects from salad. فين عائشه بتساعد امها؟ yes a. Sammy likes skating in his holiday. He goes skating with his friends. He feels excited. هنا skating F. I like traveling in public transport مواصلات to see different cultures. I usually choose buses. الباص حب يسافر في الباص C. Breakfast is the most important meal of the day. The Omani breakfast often includes eggs, cheese, bread, tea and juice. أنا بيتكلم عن الفطور العماني bread, خبز, cheese, جبن. هذا موجود في letter D. 5. She loves drawing. تحب الرسم and painting. She usually makes beautiful pictures. She likes to be a famous artist. عايزة تكون فنانة. هذا B.
يبقى هذا السؤال هو ريدنج 1، 6 صور وخمس جمل، والمطلوب منك تقرأ الجملة وترجع تحط تضع الحرف، تظل الحرف الخاص بالصورة. Reading 2، وهنا بيجي فقرة على شكل إيميل وتحتها 5 أسئلة تبدأ بأداة استفهام، وانت بتقرأ النص وتطلع الإجابة. هنا المفروض تعرف أدوات الاستفهام، لازم تكون عارف أدوات الاستفهام علشان تقدر تطلع المعلومة. What معناها ماذا، وبتسأل عن شيء غير عاقل. What's your name, what's your job, what's your favorite color. Where بتسأل عن المكان بمعنى أين. When للوقت بمعنى متى. Why لماذا، وتسأل عن السبب. ودايما إجابة why بتبدأ بكلمة because. Which للاختيار. Who بمعنى من. Whose بتسأل عن الملكي. أهم أدوات استفهام هي what و where و when، why، who، وكلمة whose. طريقة التعامل مع هذا السؤال، أولا لازم تعرف أن ده إيميل أو letter. الشخص اللي هنا بعد كلمة دير هو المرسل إليه أو الصديق. الشخص اللي هنا هو الراسل أو كاتب الرسالة. بتبدأ تقرأ قراءة سريعة. واحد بيقول سوف أخبرك عن رحلتي إلى إيطاليا، يبقى he's telling him about his holiday in Italy، الإجازة اللي قضاها في إيطاليا. سريعا لأنك هترجع تاني تدور على إجابة الأسئلة. السؤال الأول بيقول who sent this email، من أرسل هذا الخطاب. الراسل بيكون مكتوب اسمه هنا آخر شيء، يبقى نقول مازن، الإجابة مازن. لكن لو قال لك مثلا سؤال ثاني، قال لك who is this email to، لو فينا كلمة to فينا كلمة who، اكتب الاسم اللي بعد كلمة dear اللي هو منير. طيب السؤال اللي بعده where does he spend his holiday، where يعني أين، فين قضى الإجازة. هو قال in Italy. لاحظ أنه لا تزيد في الإجابة عن 4 كلمات، لأنه ما ينفع تنسخ مثلا أكثر من 5 6 كلمات وتحطهم، لا لازم تكون إجابتك محددة. How يعني كيف. How is the weather there، كيف حالة الجو هناك في إيطاليا. هذه الإجابة the weather is hot and sunny، هنا بيتكلم عن الجو hot and sunny. What is the younger brother doing، الأخ الأصغر إيش يسوي. هنا الإجابة my younger brother أحمد is trying to make a sand house، وعشان ما نكتب كثير هنكتب trying to make a sand house، بيحاول يعمل بيت من الرمال. What do his mom and dad always have for dinner، أم وأبو إيش يأكلوا على العشاء. هذه الإجابة mom and dad always have seafood but I never like it، يبقى دائما هما بيأكلوا seafood اللي هو الأطعمة البحرية seafood. ودائما بنحط فول ستوب او نقطه في نهايه. رايتنج 1، السؤال اللي بعد كده هو رايتنج، بيطلب منك كتابه فقره من 40 كلمه عن صوره. ده هنا رحله الى الحديقه، وزيه بالظبط هيكون رحله مثلا الى الشاطئ، رحله الى حديقه الحيوانات. بيقول لي استخدم الكلمات دي weather family picnic garden. لازم هنا ننتبه لعدة أمور عند كتابة فقرة. أولا لازم تكتب بشكل واضح، تترك مسافة بين الكلمات، تبدأ كل جملة بحرف capital وتنتهي كل جملة بنقطة. تعالوا نجرب نكتب كده فقرة من 40 كلمة
على هذه الصورة. أقول مثلا last Friday I went on a picnic يعني نزهة to the park with my family. We went by car. رحنا بالسيارة. The weather, الجو, was nice. كان جميلا. We took, أخذنا معنا, many things. We had, لاحظ كل الأفعال في الماضي لأن أنا بدأت في الماضي. We had lunch there. شوف لاحظ أن أنا بحط نقطة في نهاية كل جملة وببدأ بحرف كابيتال. We bought ice cream and chocolate. We played and had fun. It was a nice day. هذا الرايتنج ينفع لأي رحلة إلى الشاطئ أو رحلة إلى الحديقة، بس تغير طبعا حسب الرحلة. رايتنج تو، السؤال الأخير، هو عبارة عن بيوغرافي. بيوغرافي يعني سيرة ذاتية لشخص، بيعطينا تاريخ ميلاده وأحيانا تاريخ وفاته وبعض التواريخ، وإحنا بنبني جملة من كل مجموعة كلمات. تعالوا كده نشوف كيف نكتب سيرة ذاتية. أولا تبدأ باسم الشخص، ماركو بولو. أكتب اسم الشخص، يعني بعض الطلاب الفصل اللي فات كتبوا نفس أسماء الأشخاص اللي احنا حطيناها في السيرة الذاتية. لا، لازم تغير. يعني أنا أعطيك مثال مثلا على ماركو بولو، وجالك من اللي في الامتحان أحمد بن ماجد، ما تكتب في الاختبار ماركو بولو، لا، لازم تكتب الشخص اللي جاء في الاختبار. ماركو بولو was born، نلاحظ هنا أنا ضفت كلمة was born in، حطيت in، بعدين المدينة، Venice comma Italy. in قبل التاريخ تحط كلمة in، ده الكلمات اللي تحتها خط اللي أنا زودتها. 1254 أحط نقطة، انتهت الجملة. Father and mother merchants، يعني والده وعمه كانوا تجار. أقول his father and uncle were كانوا merchants، تجار.1271 made a journey to China. أكتب in، دايما قبل التاريخ حط in. In 1271 he made، يعني قام برحلة، a journey، لاحظ هنا أنا جبت كلمة he وجبت كلمة in وجبت كلمة a. He made a journey to، إلى China. A journey dangerous، كانت الرحلة خطيرة. The journey was dangerous. هنا جبت كلمة ذا وجبت كلمة was. 1205 returned to Venice a lot money jewels، عاد ومعاه فلوس كثيرة. in برضو هنا تاريخ أحط قبله in. in 1205 he returned، عاد to Venice، إلى مدينة البندقية، with ومعاه a lot of money and jewels، ومجوهرات. لاحظ هنا ان انا اضفت بعض الكلمات. Prison wrote book about adventures، راح السجن
in prison. He wrote, كتب, a book about adventures. كتب في السجن كتاب عن مغامراته. In prison, he wrote a book about adventures. كل الكلمات اللي أنا حطتها تحتها خط دي كان لازم أضيفها علشان أبني جملة. في نهاية كل جملة لازم تحط full stop وتبدأ الجملة بحرف capital. ده كان عرض سريع مع أمثلة لنموذج اختبار الصف السادس. تحياتنا لكم قسم اللغة الإنجليزية بمدرسة ابن رشد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.